FM. الكلمة ليك. هي تركيا نقاو 50 قتيل في تفجير حفل زفاف، وأردوغان يتهم داعش الهجوم في مدينة غازي عنتاب أسفر عن سقوط 94 جريح. يعلن والي غازي عنتاب التركية فجر الأحد أنه حصيلة قتل التفجير الإرهابي اللي استهدف حفل زفاف في الولاية ارتفع إلى 50 شخص وإصابة 94 آخرين. وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هالحد بأن تنظيم داعش هو المنفذ المرجح للاعتداء اللي وقع نهار سبت. وقال أردوغان في بيان أنه لا فرق بين الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، ويتهمه الرئيس التركي بتدبير المحاولات الانقلابية اللي وقعت منتصف جوان وتنظيم داعش المنفذ المرجح لاعتداء غازي عنتاب. وفي بيان آخر دان والي غازي عنتاب التفجير الإرهابي مؤكدا أن البؤر التدميرية والانفصالية لن تحقق أهدافها الدنيئة عبر هذه الهجمات. ومساء السبت أعلنت ولاية غازي عنتاب كبرى مدن جنوب تركيا والقريبة من الحدود السورية أنه التفجير الإرهابي اللي استهدف حفل زفاف أقيم في إحدى أزقة المدينة مع تقريبا 11 غير درجين بتاع الليل بالوقت المحلي أسفر عن مقتل 22 شخص وإصابة 94 آخرين، والحصيلة هذه ارتفعت عدة مرات في وقت لاحق. فوالا دونك فريمون خبر حزين برشا سيراجي. كلمة واحدة نزيدوها نادية، عرس أكراد كردي في المنطقة الكردية من جنوب تركيا. الأكراد دفعين ثمن غالي ياسر، داعش في حرب ضد الأكراد على خاطر قهروهم وهزموهم في كوباني، وخاصة هانوهم، هانوا داعش لأن البيشميرغا الكردية يقدموا الوحدات النسائية في الصف الأول باش يزيدوا يهينوا المجرمين متاع داعش، وانتصروا عليهم في كوباني على الحدود التركية السورية. وفي تركيا حرب الدولة التركية ضد الأكراد على أنهم بيكاكا، بحيث إذا فجروا عرس كردي تولي داعش هي المسؤولة، وإذا ثم اعتداء على المواطنين الأتراك، أتراك ممش أكراد، تولي هذيك انفجارات كردية. معناها أردوغان مدخلها الحكاية في زرداب كبير وفي نفق مظلم، ربي خرج منها الشعب التركي بسلام. هذا ما نقوله. دقيقة تقريبا باش نحكيو على علاقة أردوغان اليوم مع العالم، يستفيد دي زينمي باختو، ولكن حسب معناتها ما سمعنا وحسب ما شفنا الشعب التركي تقريبا راضي على أداء أردوغان. نصف الشعب التركي خذا شو اسمه ما نساوش عمناه، واللي خسر الانتخابات التشريعية راه، واللي عمل انتخابات أخرى باش يداوي الخسارة هذيك باش دبر أغلبية نسبية في الانتخابات اللي بعدها، عملها بعد 3 أشهر. معناها ما ثماش هذه حكاية الأغلبية الساحقة، ما ثماش مش موجودة. هذه الأحزاب الأخرى، الأحزاب الجمهورية، الأحزاب المحافظة الأخرى اللي ضده يعني موجودة على الساحة. نصف تركيا هذيك الديمقراطية، نصف تركيا مع أردوغان مع حزب التنمية متاعه، والأخرى ما زالت كمالية، ما زالت تقول أنت الأحزاب المحافظة في تونس والأحزاب البرجيبية الحداثية، هكاك نفس التقسيم راه موجود كيما لا دروات لا جوش، اليمين اليسار كذا، شيء طبيعي. لكن أردوغان يحب يمشكل الكوارت الكل، يحب يكون يميني ويحب يكون يساري ويحب يكون عضو في الحلف الأطلسي. لكن صاحب بوتين بعد ما فسد معه العلاقات عم ناول وقص على تعليق بوتين كل الإعانات الاقتصادية وكل الأسواق اللي كانت موجودة للبضائع التركية في روسيا، بحيث قاعد دخلها وشنو الحكاية الكل العنوان المحاولة الانقلابية الفاشلة اللي حتى حد ما أمن بها تو. الكل يقول لك مسرحية، الكلها في تصفيه حسابات ما عرفوا القديم جولان. جولان كان عرف أردوغان، راه كان جولان هذا جولان على راس طائفه اسلاميه سلفيه، ما هي جهاديه، سلفيه على التقاليد التركيه في الاسلام التركي، ثم فيها شويه تصوف وفيها شويه زوي وشويه كذا، وعندها خاصه شبك من العلاقات رهيبه جدا. هتجي انت عندك مشكله مع صاحبك ما عارفك القديم، وتخلي المجتمع التركي يخلص الثمن
وتولي البوليسية على تراك يوقفوا 50,000 معتقل. وهذا الكل بشي قوي الجيش وبشي حط الجيش من شيرته كما لا معروفة عنه. بل حلمه الكبير من اللي خذاه الحكم توا مدة 12 سنة، حلمه الكبير هو كيفاش يقزم الجيش، لأن الجيش دستوريا تاريخيا في تركيا هو الحافظ المحافظ على التراث الكمالي، معناها التراث العلماني نتاع تركيا نتاع الجمهورية التركية. هذا في الواقع معناها، ووقت اللي جاء حكم وقت جات انتخابات وعطات الأغلبية الناس ضد مصطفى كمال أتاتورك، شا عملوا؟ عملوا له انقلاب. وثم من الجملة عندهم يعني عدنان مندريس وجلال بيار معناها دفعوا الثمن غاليا، شنقوه رئيس الوزراء وقت اللي جاء معناها نفذوا فيه حكم الإعدام الجيش التركي. معناها مازال المسلسل التركي متواصل ويا للأسف. كابافان الكلمة ليك.